السلام عليكم. يعاني سكان شمال غزة من إبادة جماعية، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين وتستهدف أي شخص يتحرك، وذلك رغم استنكار أممي وتحذير شديد من خطورة الأوضاع، حيث قال فلسطينيون محاصرون لوكالة الأناضول إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف أي شخص يتحرك لجلب المياه أو تشغيل الآبار في المنطقة، وأنه إذا لم يموت الأهالي بالقصف الإسرائيلي فسيموتون بنقص المستلزمات الأساسية. ودعا السكان إلى ضغط دولي فوري لإدخال الطعام والماء والعلاج، وأوضحوا أنه لم يتمكن آلاف المدنيين من مغادرة منازلهم، ويكافح السكان للحصول على إمدادات المياه والطعام، حيث يعاني الفلسطينيون في شمال قطاع غزة من نقص حاد في المياه والغذاء بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب. وذكر السكان من شمال غزة أن عشرات الجثث في المنازل والشوارع ولم يتم انتشالها في ظل هذه الظروف، وأن الأشخاص الجرحى عالقون داخل منازلهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى. وكانت مصادر قد أكدت أن قوات الاحتلال فصلت شمال القطاع عن مدينة غزة، وأن هذا الفصل يتم بآليات عسكرية مدعومة بغطاء من الطائرات المسيرة. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال وضع سواتر ترابية في الشوارع الرئيسة بين مدينة غزة وشمال القطاع، ومنع دخول المساعدات الغذائية إلى سكان شمال القطاع. وبهذا الشأن أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن جيش الاحتلال يرتكب أبشع المجازر في شمالي القطاع بهدف تحويل المنطقة إلى أرض خراب، وأن الاحتلال يسعى لتنفيذ أكبر وأخطر مخطط تهجير أمريكي إسرائيلي في القرن 21. وفي الشق الثاني من البرنامج حول الرد المرتقب على إيران، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع وزراء وقادة المنظومة الأمنية الإسرائيلي. من جانبه قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخرا أن الضربة الإسرائيلية على إيران ستكون قاتلة دقيقة مفاجئة، لن يفهموا ما حدث وكيف حدث، سوف يرون النتائج بحسب قوله. هذا وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل للحد من ردها ضد إيران ليكون على الأهداف العسكرية فقط، كما تقترح جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: لماذا عاد الكيان الصهيوني إلى شمال غزة مرة أخرى على الرغم من تصريحاته السابقة أن العمليات في هذه المنطقة قد انتهت وأنها حققت أهدافها؟ لماذا يستمر الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين خاصة الأطفال والنساء في شمال قطاع غزة؟ لماذا قام بفصل شمال القطاع عن بقية مناطقه عبر آليات عسكرية مدعومة بغطاء من الطائرات المسيرة؟ وهل حقق الاحتلال أيا من أهدافه بعد أكثر من عام على جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة ككل وشماليه بشكل خاص؟ وكيف نتوقع حجم وطبيعة الرد الإسرائيلي على إيران؟ هل سيكون انتقاميا ثأريا إلى درجة استهداف قيادات إيرانية، أم يكتفي بضرب القواعد العسكرية والمنشآت النفطية والنووية كما يقول؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان التصعيد في شمال غزة والرد المرتقب على إيران. سيكون معنا ضيوفا عبر سكايب الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور سامر عوض. دكتور سامر، مرحبا بكم. مساءكم أستاذ محمد. والمحلل السياسي الأستاذ محمد مشينش. أستاذ محمد، مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. ورئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز الأستاذ عباس الكعبي. أستاذ عباس، حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله ومساء الخير. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة بإذن الله.
مرحبا بكم من جديد ضيوفنا مشاهدينا. نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع من محورين. المحور الأول يتعلق عن التصعيد في شمال غزة، ومعنا ضيفان في هذا المحور هما الدكتور سامر والأستاذ محمد. ونبحث في الشق الثاني من هذا البرنامج في هذه الحلقة، وهو الرد المرتقب على إيران، وضيفنا في ذلك سيكون الأستاذ عباس الكعبي. أبدأ معكم دكتور سامر. بعد يعني أن أعلنتها تحت السيطرة وأنها قضت على المقاومة، عاد الكيان الصهيوني بشن عملية عسكرية وتصعيد غير مسبوق على شمال غزة، ولكن ما المتغير الذي حدث لعودة الكيان إلى شمال غزة؟ يعني في البداية أسعد الله مساءك أستاذ محمد ومساء ضيوفك الكرام. باعتقادي أن الاحتلال لم يعد ولم يغادر المربع حتى يتم العودة إليه، لكن هو يستغل الآن الانشغال العالمي والانشغال الدولي في منطقة الشمال في العدوان الذي يشن الآن على لبنان لتنفيذ المخطط الذي أعده مسبقا لمنطقة شمال في شمال قطاع غزة. باعتقاد الآن أن خطة الجنرال تمضي إلى الأمام، يعني سواء فشلت أم تنجح الاحتلال يقوم بها، والدليل بأنه الاحتلال يستغل الليل في قضية تنفيذ هذه الخطة بالإضافة إلى العوامل التي يستخدمها بشكل آخر، بمعنى ثلاثة اتجاهات يستغلها الاحتلال في هذا المسار. المسار الأول متعلق بقضية السواتر التي يحاول الفصل بها بين منطقة شمال قطاع غزة ومنطقة مدينة غزة عبر دخوله ليلا الى 100 الى 200 متر بشكل ممنهج، يتم اعداد السواتر ثم يستخدم الاتجاه الثاني وهو اتجاه العنيف او بين قوسين الاتجاه الناري، بحيث يقوم بتنفيذ المجازر للضغط على المواطنين الذين لا زالوا متمسكين في قضية بقائهم في منطقة الشمال، وأيضا لدفعهم إلى منطقة المغادرة، وبالتالي يستخدم هذا الاتجاه في بعدين، تأمين نفسه من ضربات المقاومة والضغط على أهالي الشمال للمغادرة، بالإضافة إلى الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الأخضر الذي يمارس منذ عام على منطقة شمال قطاع غزة، وهو التجويع والتعطيش، لكن الآن منذ 13 يوما لا يدخل أي شيء إلى منطقة شمال قطاع غزة، وبالتالي من لم يمت بالقتل بآلة القتل الصهيونية سيموت جوعا أو عطشا، نعم، أو بدون علاج. طيب أستاذ محمد، أجدد الترحيب بكم. لنأخذ تصريح لمدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السيد إسماعيل الثوابتة، حيث وصف ما يجري في شمال غزة بأنه أكبر وأخطر مخطط أمريكي إسرائيلي في القرن 21، وذلك عبر إسقاط المنظومة الصحية وبالتالي تحويل شمال غزة إلى منطقة خراب ودمار. هل في هذا الإطار يسعى الاحتلال لتنفيذ مخطط تهجير قسري من هذه المنطقة أستاذ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أنه ما يجري هو جزء من خطة الجنرالات التي توضع الآن على الطاولة لأجل تنفيذها، والمرحلة الأولى فيها تمت، وهي إطباق على شمال قطاع غزة من محورين، من المحور الشرقي ومحور الساحل، وهذا تم، ووضع السواتر الترابية، وبالتالي حشر كل أهل سكان قطاع غزة الشماليين في الشمال في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك حملة التجويع وقطع الإمدادات ومحاربة كل ما له صلة بالحياة الإنسانية، سواء على مستوى العلاج والدواء والماء والغذاء وكل هذه الجوانب، لأجل يعني حالة التجويع التي يمر بها شعبنا، لأجل تركيعه طبعا ولأجل قبول بما لم يقبل به في الحرب. أنا أذكر أن هذه المحاولة الثالثة، هي ليست الأولى، سبقها محاولتين فاشلات في نفس الطريقة في نفس السياسة، لأجل أن يحاصر أهلنا في الشمال، ولأجل طبعا خطة التهجير أو أن يكون هناك ضم لهذه الأراضي، يعني إما أن يكون هناك آلية لضم هذه المنطقة إلى الأراضي المحتلة عام 48، أو أنه يريد أن يقيم عليها سلطة أمنية، وبالتالي في الحالتين هو معني أن يقوم بعملية تهجير لأكبر عدد من السكان، حتى إذا ضمها يكون الموضوع بالنسبة له سهل، أو لأجل أن يمارس عليها سلطة أمنية أيضا يكون عليه الأمر سهل. في المقابل شعبنا طبعا هذا الأمر كما استطاع أن يفشل في المرتين السابقتين، إن شاء الله سيفشل في هذه المرة أيضا. طبعا العنوان الرئيسي هو ثبات وصمود هؤلاء الأبطال في الميدان الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي،
ويقاتلون بالأمعاء الخاوية ويقاتلون بأجسادهم العارية، والكل يرى ويسمع، ولكن للأسف لا يوجد أي تدخل دولي ولا عالمي ولا حتى أممي، لأن هذه الحرب وضعت المنظومة الدولية كلها أمام استحقاق كبير جدا وهو إثبات مصداقيتها، ولكن للأسف فشلت في هذا الاختبار، واكتشف العالم أن هذا المنظومة العالمية هي منظومة نفاق، منظومة ازدواجية المعايير لديها في كل شيء. لذلك نحن نرى المشاهد المؤلمة من حرق للأهالي وهم في خيامهم، نعم، والتجويع والقهر، كل هذا يجري والكل يشاهد. نعم، هي خطة ممنهجة لأجل محاولة تهجير من بقي وهم عددهم حوالي 300,000 نعم. فلسطيني في منطقة الشمال حتى يغادروا هذه المنطقة. طيب أستاذ عباس، أجدد الترحيب بكم. سنتحدث معكم عن الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران. كما تعرفون وأنت متابع للحدث، تضاربت الأنباء حول ملامح الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران، ولكن من خلال متابعتك، يعني ما هي الأهداف التي ستضربها إسرائيل؟ تحياتي لكم، لضيوفكم الكرام وللمشاهدين الكرام. طبعا رغم الضغوط الأمريكية بأن لا تستهدف إسرائيل سواء المنشآت النفطية أو المفاعل النووية، كان هناك في البداية إصرار من قبل إسرائيل بأن تكون يعني الضربات مفتوحة. على أي حال، يعني الأهداف هي كثيرة وكثيرة جدا. عندما نتحدث عن المفاعل النووية، هناك محطات، هناك مراكز دراسات، هناك مراكز أبحاث تابعة لهذه المفاعل النووية، هناك مراكز دراسات وأبحاث أيضا تابعة لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، مصانع لصنع الصواريخ، وأحيانا مصانع صنع الصواريخ، مثلا مصانع الصواريخ تكون في نفس المفاعل، في نفس مبنى المفاعل، على غرار مفاعل دور خوين اللي موجود في الأحواز، وفي نفس المفاعل أيضا هناك جزء من عنده مخصص لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، مقرها في أصفهان وفي طهران وفي عدة أماكن. أضافة إلى ذلك، فالأهداف الأخرى كثيرة أيضا، يعني تابعة مثلا لمقرات وقيادات الحرس اللاثوري الإرهابي الإيراني، وقوات التعبئة، فيلق القدس، وشخصيات يعني من قادة الحرس اللاثوري، وشخصيات أيضا من الصف الأول مسؤولين. فيبدو أن إسرائيل لديها الكثير من المعلومات حول أماكن تواجد يعني هذه الشخصيات، وقد أثبتت ذلك من خلال يعني سواء بداية من استهدافها لإسماعيل هنية في طهران، أو استهدافها لحسن نصر الله ثم هاشم صفي الدين وقيادات أخرى في حزب الله في الإيراني في لبنان. دكتور سامر، يعني تطرق الأستاذ محمد إلى موقف المجتمع الدولي، يعني قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية في شمال القطاع، طبعا ضحيتها الأطفال والنساء وأيضا المدنيون، ولكن لو توقفنا عند الموقف الدولي، كيف تقيمون العجز الدولي الذي لم يحرك ساكنا إزاء حرق الأطفال وهم نيام داخل مراكز الإيواء؟ كيف تقيمون موقف المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي كموقف هو عاجز ومتواطئ، بل شريك في الجريمة، لأنه لا يمكن أن نتقبل أنه أكبر منظمات دولية كانت ترعى حقوق الإنسان وكانت تتدخل في صراعات الدول بأن تلجم نفسها مثل هذا الصمت المطبق في قضية المذابح التي تحدث منذ عام. ولو قدرنا فقط بأنه العام الماضي لم يكن لها مواقف، الموقف الآن هو الموقف الحقيقي. يعني اليوم نتحدث، قبل ساعة من الآن تم استهداف مدرسة داخل مخيم جبالية كجزء من تنفيذ خطة الجنرالات تحت الضربات العسكرية، لأن خطة الجنرالات لها بعدين في قضية التنفيذ، البعد الأول الذي يتعلق بالتجويع، والبعد الآخر الذي يتعلق بالأحزمة النارية للدفع والتهجير. الخطة فاشلة على كل التقييم، حتى التقييم الإسرائيلي. يعني وزير السابق حايم رامون تحدث بأنه المجتمع الدولي أو دوليا لن يتم قبول تجويع 300,000 فلسطيني مرة أخرى. وأيضا على القاعدة الشعبية بنتحدث عن قضية الطرد والتهجير، أيضا الفلسطينيين لن يقبلوا بعد عام أن يتم تهجيرهم أو أن يرحلوا من الشمال للجنوب لثلاثة أسباب. السبب الأول متعلق بقضية أنه عام كامل وهم صامدون، يعني لا يمكن أن نتخيل بأنه أهالي الشمال كانوا في رغد من العيش
قبل هذه الفترة، ثم جاءهم هذه الحرب، وبالتالي الآن يتم دفعهم للتهجير. لا، كما تفضل سليم شينش، هذه الخطة الثالثة لتنفيذ التهجير، ورفضها أهل قطاع، أهل شمال قطاع غزة. الأمر الثاني بأنه لا يمكن للفلسطيني أن يهرب من موت إلى موت. الفلسطينيين في محاولات قبل هذه الفترة عندما تم دفعهم تحت الأحزمة النارية للتهجير من الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب، كان يتم استهداف القوافل النازحين ويتم قتلهم أثناء عملية الانتقال. بالإضافة إلى أنه بقايا المنازل التي بقيت أهون من الخيم الآن في مناطق الجنوب، النازحون الآن يتم حرقهم في الخيام، وبالتالي فشل هذا أيضا، فشلت هذه السياسة في قضية التهجير، سواء بقضية التجويع أو الطرد، لأنه التجويع الآن بدأ أيضا ينزلق إلى انزلاق آخر، وهو أنه بدأ بعض الدول تحاول أن تجمل نفسها كنوع من ذر للرماد بالعيون، ولكن هذا يعطي انطباع، بمعنى بعض الطائرات التي تلقي الآن الأغذية والطرود الغذائية على أهالي شمال قطاع غزة هو جزء من عدم القبول لقضية، أو عدم يعني باعتقادي جزء من مسلسل المخطط لقضية أنه لا يمكن أن نسمح بسلاح التجويع أن يحدث بطريقة أو بأخرى، لكن دون معارضة الاحتلال. الموقف متخاذل جدا، وأنا الأوان لأن يتغير كل هذا العالم في قضية عام من الإبادة، على الأقل يعني أن نقف إلى هنا بعد كل هذه المذابح التي تحدث. أستاذ محمد، هناك من يعتقد أن موضوع استمرار القصف الجوي والبحري والبري على شمال القطاع، وأيضا منع امدادات المياه والغذاء والدواء وحتى الوقود، هو من أجل ممارسة نوع من الضغط على المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها من أجل وقف إطلاق النار وتسليم نفسها، وبالتالي تنتهي الحرب. هل هذا وارد أستاذ محمد؟ هذا الهدف يعني هو معلن وليس خفي. الكيان الصهيوني يريد أن يجبر المقاومة على القبول بالشروط المذلة التي يريدها نتنياهو، وهو إعلان الاستسلام وتسليم الأسرى بدون قيد ولا شرط، ويريد أن ينهي وجود المقاومة الفلسطينية في غزة كاملة، وبالتالي هو يذهب إلى هذه الخطة، وهو سياسة التجويع والحصار والقتل الممنهج وخرق كل القواعد الإنسانية والشروع، حتى يعني بقصف الآبار والمخابز والمستشفيات وكل العناوين الإنسانية التي تعارف العالم على أنها جرائم حرب، هو انتهكها. وبالتالي الهدف بالنسبة لهذا الكيان هو إجبار المقاومة على الجلوس على طاولة المفاوضات، وهي تشعر أنها في موضع حرج جدا. ثم هناك هدف منذ بداية الحرب كان نتنياهو قد حاول أن يعمل عليه منذ البداية، هو كل طاقمه وكل فريق عمله وكل المجرمين الذين معه الإرهابيين، وهو أن يقلب الحاضنة الشعبية التي تحتضن المقاومة الفلسطينية في غزة، أن يقلبها على المقاومة ويجعلها تناوئ وتعارض العمل المقاوم، وبالتالي هو يريد أن يمارس عملية كي وعي لأهلنا في قطاع غزة. هذا طوال عام لم يفلح، وأنا أقول لك أن حالة التمسك بخيار العزة والكرامة هو الذي يغلب دائما، لأن شعبنا لديه تاريخ من الممارسات مع هذا الكيان، ويعلم جيدا أنه كاذب، ويعلم جيدا أن كل ما يريد أن يمكن أن يخسر شعبنا إذا استسلم لا يمكن أن يكون خسارة أكبر من الخسارة التي هو يعني قد تحصل إذا استسلم لا سمح الله. بالعكس، طريق العزة وطريق الكرامة هو الذي يجلب الحقوق، هو الذي يجلب كل ما يتمناه شعبنا، سواء من فك حصار أو حتى تقرير المصير أو العيش بكرامة. شعبنا يعلم ذلك جيدا، وخطة نتنياهو التي يضغط فيها في النواحي الإنسانية في ليثبت أو ليعوض عجزه أمام التصدي لضربات المقاومة التي كل يوم تخرج له بكمائن وبعمليات تذل في هذا الكيان أكثر وأكثر كلما طال المدى. وبالتالي عملية الاستهداف للبعد الإنساني الفلسطيني، المفروض أن هذه جريمة حرب يعاقب عليها هذا الكيان، وسيأتي اليوم الذي تجلب فيه كل قيادات هذا الكيان المجرمين الإرهابيين ليحاكموا على كل ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا. أستاذ عباس، هل سيتم استهداف قادة في الحرس الثوري الإيراني؟ هل سيتم استهداف ربما علماء البرنامج النووي؟ بمعنى يعني أدق حتى أكون دقيق في الطرح،
هل أن إسرائيل ستستهدف أشخاصاً أم فقط مباني حكومية؟ وذلك بحسب ما أوردته الصحف الأمريكية. الصحف الأمريكية تتحدث أن الاستهداف سيطال فقط المباني الحكومية المهمة. نعم، هي يعني إسرائيل عندما تحدثت أو جالانت عندما تحدث عن نوع وشكل الضربة، يعني جعل العناوين كبيرة ومفتوحة، أن يكون الرد مثلا قاتل وأن يكون مفاجئ وغير ذلك، فلم يحدد يعني بشكل دقيق يعني ما هي الأهداف، ولكن القادة قادة الحرس فكلهم أهداف بالنسبة لإسرائيل بطبيعة الحال، وقادة فيلق القدس و قوات التعبئة الباسيج ومسؤولين حكوميين، ولكن أيضا ما هو أهم من ذلك أيضا المقرات، من المقرات العسكرية، المقرات الأمنية. ولا نستبعد أيضا بالتزامن، يعني في حال أنه حدثت هذه الضربة وهي إسرائيل ترى نفسها أنها مجبرة على الرد، يعني لعدة أسباب ربما يسعفنا الوقت وسنأتي عليها، في حال حدث هذا الرد فلا نستبعد من أن الكيان الإرهابي الإيراني أو النظام الإرهابي الحاكم في طهران هو نفسه سيقوم ب يعني تصفيات عدة تطال عدد من المسؤولين في الحرس الثوري والقيادات ربما الصف الأول لعدة أسباب، وهذا ليس بجديد عن هذا على هذا الكيان، فهو فعل ذلك من قبل أعمال تصفيات، ربما يعني قام بتصفيات مثلا داخل الأراضي السورية، قادة عسكريين كل من يختلف معهم، وتمهيدا للمرحلة القادمة، لأننا نعرف ونلاحظ الآن أنه بعد مقتل رئيس جمهورية هذا الكيان ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان، ومجيء مسعود بزشكيان كرئيس جمهورية جديد ووزير خارجية جديد، عباس عراقشي وغيره، يعني أبدأ النظام بأنه وكأنه استدار تماما وغير سياسته واتبع سياسة المرونة وغير ذلك، ولكن هذه السياسة أيضا تواجه يعني بعض المعارضة الداخلية من قادة الصف الأول والثاني في داخل النظام، فلا نستبعد بالتزامن مع الرد الإسرائيلي على إيران ستشهد يعني إيران سلسلة اغتيالات أو حتى أعمال قصف، وحتى الأخبار الواردة يعني سواء في من الأحواز أو من داخل المحتلة من قبل الكيان الإيراني أو مناطق أخرى، بأن الكيان الإيراني حدد بعض الأهداف المدنية تحديدا ليقوم بقصفها بالتزامن مع الرد الإسرائيلي لكي يؤجج المشاعر والرأي العام الخارجي وخاصة الرأي العام الداخلي، فإيران يعني تخشى ردة الفعل الداخلية أكثر ربما مما تخشى الرد يعني الرد الإسرائيلي إذا كان هذا الرد محدود. أستاذ عباس، الشعب الإيراني مهيأ في هذه الفترة على ربما على الانتفاضة ضد النظام بعجالة؟ الشعوب في داخل جغرافيا هذه جغرافيا ما تسمى بإيران، سواء يعني الأحواز المحتلة 10 مليون، الأكراد، البلوش، أذربيجانيين، تركمان، وحتى الفرس نفسهم، يعني حقيقة يعني يشعرون بالغبن التام، حتى يعني بعض استطلاعات الرأي بينت بأن هناك من يقول يعني فلتحدث هذه الحرب ولا يأتي الرد الإسرائيلي، فإما أن نموت ونخلص من هذه الحياة يعني الحياة البائسة، أو أن يموت هذا النظام ونخلص منه، فالشعب يبدو أنه بلغ يعني حد حالة الغبن والغضب واليأس من أن يعني تغيير في النظام وغيره، فهو مهيأ تماما بأن ينفجر مع أول ضربة يوجهها الكيان الصهيوني للكيان الإرهابي الإيراني. دكتور سامر، الولايات المتحدة أوصت الحليف إسرائيل بالحفاظ على المدنيين والأخذ بنظر الاعتبار الوضع الإنساني في شمال غزة، ولكن يعني الدول العربية لم تتحرك حتى ولو بالكلام إزاء ما يحصل في شمال غزة، كيف تقيم الموقفين العربي والأمريكي؟ اولا هذه اكبر نكته مرت على تاريخ البشريه، الاحتلال لم يكن ان يقوم بكل هذه الجرائم لولا السلاح الامريكي، وبالتالي بعد عام من هذه الجرائم امريكا هي جزء من الجريمه، هذا اولا، ولا يمكن للاحتلال ان يتبادى يعني ان يبتعد عن المدنيين في ظل الضرب العشوائي الذي يقوم به بشكل ممنهج، ويريد ان يقتل المدنيين في قطاع غزه كفلسطينيين او يهجرهم من ارضهم اذا رفضوا، وبالتالي هذا ما أعلن عنه في خطة الجنرالات، أنه خلال أسبوع من الإعلان الأولي إذا لم يخرج أهالي شمال قطاع غزة من ذلك المكان سيعتبرون مقاتلين، وبالتالي لا أطفال في قطاع غزة ولا نساء في قطاع غزة ولا مدنيين في قطاع غزة بالعيون الإسرائيلية والأمريكية، وبالتالي القرار والرأي والموقف الأمريكي منحاز وجريء وشريك في الجريمة، بل متواطئ إلى أبعد من ذلك
بأنه لو لم يكن هذا الحليف يدعم بالسياسة والمال كاقتصاد وكمليارات مساعدات وكأسلحة بالأسلحة والعتاد الذي تأتي به إلى الاحتلال، لما قام الاحتلال بما قام به منذ اليوم الأول حتى هذه اللحظة. والعامل الآخر الذي يعني يعطي الاحتلال نقطة عدم توقف للأسف الشديد في كل هذه الجرائم، وحالة التراجع العربي في المشهد الفلسطيني بكل وقاحة. يعني الآن خرجنا من مشهد الإدانات والاستنكارات التي كنا نراها قبل 20 عام إلى مكان أبعد مما كنا نتخيل في حالة التراجع العربي تجاه القضية الفلسطينية. تخيل بأنه عام يذبح الشعب الفلسطيني أمام عيون هذه الأنظمة، وأيام نتحدث عن شراكة في الدم والدين والمصير فيها بيد هذا الاحتلال، ولا قرار حازم ولا قرارات تتعلق بالضغط على الاحتلال. أبعد هذه القرارات وأقلها أولا الضغط على الحليف الأمريكي بقضية السفراء، بقضية المقاطعة بالبترول الذي لم يستخدم، بوقف خطوط التجارة التي فتحت لهذا الاحتلال بعد محاصرته دوليا، بالشوارع التي تقمع في وجه الأحرار الذين ينتفضون. باعتقادي الموقف العربي متراجع، وعلى قاعدة ما قالوا النسير رحمة الله عليه، لولا الدعم الأمريكي اللامحدود والصمت العربي المريب لما فعل الاحتلال ما فعله خلال 76 عام، والأوضح منه خلال هذا العام من الإبادة للأسف الشديد. أستاذ محمد، ما تقوم به إسرائيل في شمال غزة هو تنفيذ جزئي أو كلي لما يعرف بخطة الجنرالات. هذه الخطة تقضي أولا بإجلاء السكان خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة لدفع المسلحين كما وصفتهم هي وقالت بأنهم إرهابيين طبعا للاستسلام أو الموت جوعا. تعتقد أن الكيان سينجح ربما بمرور الوقت؟ يعني بلا شك أن العدو كما ذكرت أن هذه المرة الثالثة التي يحاول فيها، ولكن نحن نقول أن شعبنا قد مرت عليه هذه التجارب كثيرا، وأن نفسية المقاوم الفلسطيني نفسية عزيزة، ويعرف جيدا أن هذا العدو لا يمكن أن يغمر له إلا الشر. وبالتالي حتى شعبنا، حتى المدنيين، كل شيء، كل حجر في وطننا فلسطين يعلم جيدا أن هذا كيان غاصب محتل ولا يمكن أن يأمن له أحد. وبالتالي كما ذكر الشاعر، فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير، ولذلك الإنسان يجب أن يموت ميتة شهيدا أمام الله عز وجل، يقابل فيها ربه ويذهب فيها إلى الجنة. لذلك فكرة الاستسلام عند الشعب الفلسطيني والمقاومة هي غير موجودة هذه الفكرة أبدا، وبالتالي أن المقاومة ستستمر وستجتهد وستشق طريقها نحو التحرير إن شاء الله. نحن نعلم أن هذه الحرب هي ليست سهلة على شعبنا، هي مؤلمة، فقدنا فيها الكثير من الأحبة والكثير من الأهل والأصدقاء، ودمرت غزة، ولكن الكل يعلم أن ما كان يضمره هذا الاحتلال وهذه المنظومة الإرهابية الصهيونية كان أيضا لا يقل سوءا بل ويزيد، بل هو كان يريد أن يغتصب حتى المقدسات الإسلامية. خطة الجنرالات التي ستبدأ يريد أن يبدأها بغزة، ويريد أن ينتقل فيها إلى الضفة ثم إلى لبنان ثم إلى سوريا. كلنا نعلم جيدا، وكل المطلعين وكل المهتمين بالشأن الفلسطيني يعلمون أن البداية هي في غزة. لذلك يجب على كل المنظومة الإقليمية والإسلامية والعربية أن تتصدى مع شعبنا لهذه الخطة، وأن لا يتركوا شعبنا الفلسطيني يواجه هذه الآلة لوحده، بل يجب أن يسندوه وأن يقفوا معه، لأننا نعلم أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة واحدة هي اللغة التي استطاع شعبنا أن يلقن في هذا العدو درسا، وأن يفشل كل مخططاته، وإن شاء الله سيفشل هذا المخطط. نعم. كما أفشله في المرتين السابقتين. أستاذ عباس، وزير خارجية إيران عباس عراقشي قال بالحرف الواحد أن أمريكا سلمت أسلحة كثيرة لإسرائيل، وهي بذلك تعرض حياة جنودها للخطر بنشرهم أنظمة الصواريخ. هذا يعطينا مفهوم أن الولايات المتحدة ربما ستشارك في الرد المتوقع، ما رأيكم؟ لا شك أن حرب خارجية لإسرائيل يعني سوف لن تكون إسرائيل وحدها عندما يعني تكون هناك حرب خارجية. هنا طبعا لا أقصد مثلا يعني هناك الوضع مختلف بالنسبة لحربها الظالمة العدوانية تجاه قطاع غزة أو مثلا تجاه لبنان، لأنه لا يوجد هناك عسكر بمعنى عسكر يعني العسكري والجيش الذي يواجهها،
ولكن أن يعني شنت مثلا حرب ضد كيان آخر أو دولة أخرى وغيرها، فبالتأكيد ستكون الولايات المتحدة شريكة لها، هذا بكل تأكيد. ثم أنه بدأت ملامح الشراكة، شراكة أمريكا في هذه الحرب، يعني مؤخرا باستخدام الولايات المتحدة قاذفات B-2 ضد الحوثيين، وهذه كلها رسائل يعني ترسل إلى طهران بأن هذه القاذفات نفسها سوف تشارك في هذه الحرب من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للمفاعل النووي خاصة أذا ما استهدفتها إسرائيل، فلا يمكن بأن تستهدفها إسرائيل لوحدها دون قرار أمريكي ودون مشاركة ودون موافقة أمريكية، لأن في واقع الحال هو أوباما هو الذي يعني أعطى هذه الفرصة لإيران بأن تخصب اليورانيوم بعد أن كان يمنع عليها تخصيب اليورانيوم في داخل هذه الجغرافيا التي يهيمن عليها النظام، ولكن أوباما هو الذي منح هذه الفرصة لإيران. فبالتالي بلا شك أمريكا ستكون يعني شريكة بالدرجة الأولى مع الكيان الصهيوني في حال يعني قرر الرد ضد إيران. دكتور سامر، هناك من تحدث عن ممارسة الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي خاصة في منطقة جباليا الذين صمدوا طوال عام الكامل من الحرب، وبالتالي هم يعني السكان قد رفضوا التهجير. سياسة العقاب الجماعي هي تمارسها منذ يعني بداية أكتوبر من العام الماضي، ولكن السياسة العقابية الجماعية التي تمارسها الآن في شمال قطاع غزة، هل تعتقد أنها ربما ستنجر إلى مناطق أخرى في غزة؟ السياسة يعني ليست جديدة، الاحتلال استخدمها قديما بحق قطاع غزة 17 عاما عندما قام بحصار قطاع غزة منذ عام 2007، أيضا استخدمها في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام. الاحتلال يفصل المدن والقرى ببوابات ثم تنتهي القرى فتصبح كل قرية أو كل مكان سجن لوحده، لكن ما يحدث الآن في جباليا ومتعلق بخطط وضعها الاحتلال تتعلق بالاستيطان ووجوده. تخيل أنه الآن الليكود كحزب يترأس نتنياهو والذي يترأس الاحتلال والقرار السياسي الآن داخل الاحتلال، تحدث بكل كلمة بكل صراحة، قال غزة لنا للأبد، ودعا بالأمس إلى مسيرات من أجل الذهاب إلى غلاف قطاع غزة والاستيطان إلى أبعد من ذلك. وهذا هو المخطط الحقيقي، بأنه الاحتلال الآن يحاول تفريق منطقة شمال قطاع غزة من أجل تحويلها إلى مستوطنات ومناطق عازلة أو مناطق عسكرية مغلقة، ويدفع الفلسطينيين إلى منطقة الوسط بهدف إعادة الإعمار، ومن يتوقف في الجنوب يتاح له المجال من أجل تهجيره أو هجرته وفتح باب المجال لإفراغ الشعب الفلسطيني ضمن المسلسل. الاحتلال لا يتوقف عند فقط شمال قطاع غزة، هي يعني هي تكتيكات ضمن المراحل والخطط التي يضعها الاحتلال بهدف تثبيت وجود الاستيطاني والإحلالي على هذه المنطقة، بمعنى لا يمكن أن ينشئ مستوطنات في مناطق موجود فيها فلسطينيين في شمال قطاع غزة، ولا يمكن أن يجد الأمان ما دام منطقة شمال قطاع غزة يوجد فيها مقاوم فلسطيني أو فلسطيني مدني بشكل آخر سيقاوم في المستقبل كما فعل الفلسطيني على مدار 76 عاما من هذا الاحتلال. وبالتالي الأفضل له في مخططاته أن يقوم بترحيلهم. هذا ما يمارس الاحتلال، العقاب الجماعي لم يتوقف منذ 76 عاما بعدة أشكال، آخرها ما نرى هذا اليوم ضمن فصل الجغرافيا التي يحاول التلاعب بها الاحتلال، بأنه من يذهب إلى الجنوب فهو آمن، من يذهب إلى الوسط فهو آمن، لكن من يبقى في الشمال إما أن يجوع وإما أن يقتل، وبالتالي يجب أن يتم إفراغ من أجل وضع الخطط وتنفيذ الخطط التي وضعت. أستاذ محمد، هناك خشية من قبل سكان شمال قطاع غزة أن النزوح من هذه المنطقة معناها عدم المقدرة على العودة، بمعنى أدق سيكون هناك ضم شمال غزة إلى الجغرافيا العسكرية الصهيونية، وبالتالي إنشاء منطقة عسكرية مغلقة. ما مدى منطقية هذا التخوف من قبل أهالي شمال غزة؟ سيدي، نحن كفلسطينيين نملك تاريخ في هذا، نحن لن ننسى مأساتنا عام 1948 عندما جاء المنظومة الدولية والمنظومة العربية في ذلك الوقت وقالوا لنا اخرجوا لمدة أسبوع فقط حتى نعيدكم بعد ذلك إلى وطنكم وإلى قراكم لمدة 7 أيام فقط. السبعة أيام نحن اليوم في 70 سنة، في 76 سنة لازلنا ونعيش في الشتات، ولذلك شعبنا الفلسطيني يدرك جيداً أي تحرك من أرضه فإن هذا العدو سيستولي على هذه الأرض. ونحن نعلم أن الآن فلسطين تقريبا بمجملها هي تحت الاحتلال
الصهيوني أنا عندما أذكر فلسطين أنا أذكر 27 ألف كيلومتر مربع، هذه كلها الآن تحت الاحتلال، وبالتالي خطة أو الطرح الذي يتبناه الكيان في أنه يريد أن ينقل مجموعة من الناس إلى مكان آخر لأجل سلامتهم، هذا كله كذب، والكل يعرف جيدا، حتى العالم يعلم جيدا أن هذه منظومة كاذبة، لأن الكل يسمع كلام سموتريتش وبن كفير عندما يتحدثوا عن الضفة الغربية، ليس فقط عن المناطق التي الآن فيها قتال، هم يتحدثوا عن الضفة الغربية ويريدون أن يضموها إلى الأراضي المحتلة، ويريدوا أن يحتلوا باقي الأرض، ويريدوا أن يهيمنوا عليها حتى في مناطق السلطة، ونحن نعلم أنهم انتشروا في المناطق التي تحت السلطة، تحت إدارة السلطة الأمنية، هذه أيضا لم يستثنوا ويعملوا على ضمها، وبالتالي سمعنا أيضا الداعم الأكبر لهم ترامب عندما قال أن مساحة ما يسمى بإسرائيل مساحة صغيرة يريد أن يوسعها، سيوسعها على حساب الأراضي المتبقية التي حررها شعبنا في قطاع غزة، أو التي الآن هي تحت شبه احتلال التي هي في الضفة الغربية، وبالتالي كل ما يجري، أي زحزحة، أي عملية انتقال لشعبنا، هم يعلموا جيدا أن هذا الأمر هو له صفة الديمومة وليس مؤقتا. ثم هنا نقول أن هذا هو السبب الذي دفع أبناء شعبنا إلى المقاومة وإلى 7 أكتوبر من الأصل، لأنه يعلم جيدا أن هذه الأرض التي سلبها هذا الاحتلال لن تعود له، وأن هذا الاحتلال كاذب، يجب أن يقاوم، وسيقاوم وسيبقى يقاوم حتى يعيد كل أرضه، لن يتزحزح من مكانه، وخطة الجنرالات وخطة هذا الكيان مكشوفة للجميع ولن تنطلي على أبناء شعبنا. أستاذ عباس، تحدثنا قبل قليل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وقال بأن الولايات المتحدة سلمت أسلحة كثيرة بإسرائيل، وقال بأنه هي بذلك تعرض حياة جنودها للخطر. ما دمنا نتحدث عن عراقشي، لابد من أن يعني نعرج على زيارة عراقشي للمنطقة. هو يقوم بزيارة مصر بعد انقطاع دام 13 عاما عن آخر زيارة لوزير خارجية إيران، وبالتالي نتحدث عن زيارته للمنطقة العربية بشكل عام ولدول الخليج. هل زيارته حملت رسائل تهديد لهذه المنطقة، خاصة نحن نتحدث عن منطقة الخليج العربي، أم حمل استعطاف ووساطة لأمريكا وإسرائيل؟ أولا أستغرب عن مدى بجاحة وصفاقة هذا الوزير، فلا أعرف بأي وجه وبأي عين يعني أنه يذهب إلى هذه العواصم العربية وهو يعلم علم اليقين بأن كيانه يعني من حاول إغراق الأردن بالكبتاغون، ومن حاول إغراق السعودية بالمخدرات، وكيانه يشتم ليل نهار يعني الأنظمة العربية، و يعني لم يترك لفظ أو فعل أو غيره مسيء إلا ويعني فعله ضد السعودية والأردن ومصر، طردت دبلوماسيين إيرانيين سابقا، وأيضا يعني عبر ميليشياته الإرهابية الموجودة في سوريا حاول زعزعة أمن واستقرار الأردن، والآن يذهب إلى هذه العواصم. في الواقع يعني الآن ظاهريا يعني دعنا نقول بأن سياسة النظام الإرهابي الإيراني كديانته يعني فهي تعتمد على التقية والباطنية، فظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. اليوم يبدو أو يتظاهر الكيان الإرهابي الإيراني بأنه استدار تماما، وأنه يستعطف الدول العربية، وأن هذا الوزير ذهب إلى هذه الدول وكأنه ينسى الماضي الأسود لنظامه ولكيانه وما فعله ضد العرب، واليوم يستعطف هذه الدول العربية علها تتوسط له بأن تخفف من وطأة الرد الإسرائيلي، ولا أقول يتجنب الرد الإسرائيلي. هذا العنوان الكبير لزيارة هذا الوزير لهذه الدول، للدول العربية المشار إليها. ثم أيضا هو يعلم يعني بأن يعني لا يمكن أن تمر الصواريخ الإسرائيلية إلا عبر أراضي عربية، والطيران الإسرائيلي إلا عبر مياه سواء يعني البحار أو المجال الجوي والأراضي العربية، يعني المجال الجوي خاصة. نعم. فيتوسل بهذه الدول
يعني بأن لا تسمح لإسرائيل بأن تفتح مجالها الجوي، في حين أنه سمح لنفسه بأن يخترق المجال الجوي الأردني والعراقي صحيح. والسوري واللبناني صحيح. عندما أطلق ألعابه النارية ضد الكيان الصهيوني الكاذب. فيبدو الآن نحن نعيش في مرحلة انتهى فيها زمن التهديدات الإيرانية المعروفة، وبدأت مرحلة جديدة تتمثل في حالة التوسل والتسول الإيراني على البوابات العربية. دكتور سامر، سبب عدوان الاحتلال على شمال غزة تحديدا منذ 13 يوم، يقول الكيان عبر أدرعه الإعلامية إن السبب هو أن معلومات وردت إلى الكيان بوجود مسلحين، وجود بنية مسلحة في المنطقة، إلى جانب أن هذه المنطقة تحاول ترميم البنية التحتية للمسلحين. طبعا المسلحين بحسب وصفه، هنا نتحدث عن المقاومة، كيف يمكن الرد على ذلك؟ أستاذ محمد بارع في اختراع الحجج، لكن نعم. الحقيقة بأنه منذ اليوم الأول كان يدور أنه الاحتلال في دخوله إلى قطاع غزة يسعى إلى إيجاد مناطق عازلة تحمي مستوطنات غلاف قطاع غزة من ضربات المقاومة أو من صواريخ المقاومة. لكن الآن بعد عام من الفشل، باعتقادي أنه الاحتلال يتوقع أنه هذه المنطقة يجب أن يتم إفراغها حتى يرتاح رأس الاحتلال من المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ضمن خطة الجنرالات التي وضعت يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع على منطقة الشمال، وبالتالي إفراغ منطقة الشمال ليس للمقاومة. هناك مقاومة في منطقة جنوب قطاع غزة، هناك مقاومة أيضا من الضفة الغربية، هناك مقاومة في وسط قطاع غزة. هل يعني ذلك بأن الاحتلال يريد إفراغ كل هذه المناطق التي يوجد فيها مقاتلين؟ باعتقاد الاحتلال يحاول تبرير ما يقوم به من مجازر ومن مذابح تحت هذه الأوهام التي يصدرها بأذرع الإعلامية وبحجج العسكرية. الاحتلال منذ عام وهو يحاول استعادة الفشل الذي فقدوا في 7 أكتوبر، والفشل الذي جاء بعد 7 أكتوبر من خلال عام من الإدارة العسكرية الفاشلة في قطاع غزة، التي بنيت على أكبر هدفين لم يتحققا: القضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى رأس حركة حماس، واستعادة الأسرى المحتجزين. لغاية هذه اللحظة يبقى 102 في يد المقاومة من المحتجزين، ولغاية هذه اللحظة يتلقى الاحتلال الخسائر من المقاومة الفلسطينية التي أراد أن يقضي عليها، ويحاول الجلوس مع المقاومة الفلسطينية التي أراد القضاء عليها في قضية التفاوض على ملف المحتجزين. بمعنى أوهام يصدرها الاحتلال، لكن الخطط أكبر من ذلك باعتقادي. ما يقوم به الاحتلال هو إعادة بسط السيطرة على قطاع غزة واحتلالها مرة أخرى، وإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة ونفي الهوية الفلسطينية عبر تهجير الشعب الفلسطيني، أو إذا رفض أن يقوم بإبادة، وهذا ما يحصل. يعني الاحتلال يقوم بإبادة من أجل تفريغ المكان لإقامة الخطط المستقبلية، نظرا لرفض السكان الأصليين وهم الفلسطينيين صاحبين الأرض والحق أن يتركوها ويهاجروا، كما يحاول الاحتلال دفعهم إلى ذلك. أستاذ محمد، بدقيقتين لو تفضلتم، يعني ماذا تخبئ الأيام القادمة؟ هناك مساعي حثيثة تبذل من قبل مصر والسعودية، طبعا بعد اللقاء الذي جمع بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدا أن من ضمن الحلول التي طرحوها هو ضرورة مبدأ حل الدولتين. هذه الحلول التي طرحت لحل وإنهاء الأزمة الفلسطينية بشكل عام، كيف تنظر إلى هذا الحل؟ لا، احنا هذا الحل تم تجريبه. يعني احنا طبعا نسعد لأي دور من قادة الأمة والرؤساء والشعوب، وأي دور يساهم في أجل وقف هذا العدوان نحن معه، ويجب أن يكون هذا نشاط طبيعي لكل عناصر الأمة ومكوناتها سواء الرسمية أو الشعبية. ولكن حقيقة هذا الحل، حل الدولتين، هو الاحتلال نفسه لا يقبله. يعني الكنيسة عند في آخر تصويت له صوت تقريبا بالإجماع، يعني أنا أتكلم عن حوالي 80% منه، صوت لأجل منع أو يعني عدم القبول بأي شيء يتضمن حل بدولة فلسطينية. وبالتالي الاحتلال نفسه، الكيان الصهيوني الذي هو الغاصب المحتل، هو لا يريد أن يكون هناك حل. ونحن نعلم أن حتى نتنياهو يعني من تصريحاته ذكر أن أوسلو صار خلف الظهور، وكذلك أيضا في حتى منظمة التحرير لديها قرارات المجلس المركزي، لأنها وصلت إلى قناعة أنه لا يوجد شيء اسمه سلام مع هذا الاحتلال، ويجب أن يقاوم بالسلاح ويجب أن تنال الحقوق هكذا.
وثلاث اجتماعات الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني كان يتحدث عن سحب الاعتراف بهذا الكيان، بمعنى أنه لا سلام مع الاحتلال، وطبعا يستوجب إلغاء كل الاتفاقيات معه، من ضمنها المفروض أن تسحب حتى المبادرة العربية التي طرحها الملك الراحل عبد الله رحمة الله عليه، طرح مسألة مبادرة عربية لأجل أن يكون هناك حل دولتين وسلام مع هذا الكيان. هذه أيضا حتى شارون في ذلك الوقت قال لا تستحق نعم الحبر الذي كتبه، بمعنى أن قادة الاحتلال لا يؤمنوا بأي شيء اسمه حل دولتين، طيب نحن نعم أمامنا خيار واحد فقط وهو الكفاح والنضال وقتال هذا العدو حتى تحقيق كل حقوقنا وإعادة أراضينا المحتلة على 27 كيلومتر مربع لا تنقص سنتيمترا واحدا. أستاذ عباس بدقيقة لو تفضلتم، وأستثمر وجودكم هنا وأود سؤالكم عن مصير قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، ظهر في مطار مهر أباد في طهران بعد اختفائه لفترة طويلة، وبدأ أنه شاحب الوجه مرهق، المراقبون فسروه بأنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي، هكذا قالوا، وذلك بسبب قضية اتهامه بالتخابر مع إسرائيل. بدقيقة، هل هناك معلومات متوفرة لديكم حول هذا الموضوع؟ طبيعة النظام الإيراني التي اعتدنا عليها كلما يتعرض إلى حدث من هذا النوع فعادة يلتزم الصمت وتخرج تصريحات من مسؤولين الصف الثاني والثالث عادة، ويترك المجال للبلبلة والإشاعات وغير ذلك. وحدث ذلك عند إسقاط الطائرة الأوكرانية سنة 2020، أو إسقاط طائرة رئيس جمهوريتهم ووزير خارجيتهم، وهكذا يتركون فترة أيام أسبوع أو أكثر ثم يخرجون بالتصريحات التي تبدو أقرب للحقيقة أو الواقع أو غير ذلك. فهذه طبيعتهم في جميع الأحوال. في جميع الأحوال قائد فيلق القدس قد انتهى، سواء أنه يعني قالوا عنه أنه مات، صحيح لم يمت وظهر مؤخرا، ولكنه انتهى عمليا، خاصة وأن الأخبار الواردة تفيد بأن مدير مكتبه متورط في التخابر مع إسرائيل، فلا يختلف بين تخابر مدير مكتبه أو تخابره هو شخصيا، وظهر كما بينتم شاحب الوجه، وهذا الأمر يبدو أنه سيتم تسليم رأسه كما يعني في أول ضربة إسرائيلية كان الإيراني، ربما هو يكون أول الأهداف عذرا، الأهداف ليس الإسرائيلية فحسب بل حتى من قبل النظام الإيراني نفسه، فلا يموت، يقولون أنه يموت موتة كريمة على الأقل، وليس يعني أنه بموتة عميل أو جاسوس أو غير ذلك. مشاهدينا ضيوفنا، ناقشنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع التصعيد في شمال غزة والرد المرتقب على إيران. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور سامر عوض، شكرا لكم جزيلا دكتور سامر. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد مشينش، أستاذ محمد شكرا جزيلا لكم. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز الأستاذ عباس الكعبي، أستاذ عباس شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.